الرجل الأعمى ده رجل يتكتب عنه كتب. نعم. يعني فعلا فيا بيظهر روعة فنه زي الترتيل لما بتقول احنا بتشوف في الرجل الغلبان ده روعة فن الله، زي ما المسيح قال لكي تظهر أعمال الله فيه. كان زي الأسد قدام مجمع السنتريم، أخاطئ هو؟ لست أعلم، لكني أعلم شيئا واحدا، أني كنت أعمى والآن أبصر، منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى. لو لم يكن هذا من الله لما قدر أن يعمل شيئا. اتغاظوا منه، طردوه خارجا، وجده يسوع. ولما وجده يسوع قال له أتؤمن بابن الله؟ شيء أسمى من نبي. قال له من هو يا سيد لأؤمن به؟ الأسد جوه مجمع السنهدريم بقي حمل قدام المسيح. قل لي عليه وأنا آمن به. قال له قد رأيته، والذي يتكلم معك هو هو. قال أؤمن يا سيد، وسجد له. وهنا نلاحظ أنه عندما عرفه كنبي لم يسجد له، لكن عندما أعلن المسيح له أنه ابن الله قال أؤمن يا سيد وسجد له. طيب، فإذا حتى من خلال هاي الآيات عم نشوف عظمة المسيح، أنه أعظم من نبي.